اليوم فاكر نفسه ذكي، بس الذكاء أنواع. أسناني تجاني، ما أقدر أكل. الذكاء أنك تعرف مثلاً حماية مستقبل أسنانك، فرشاة أسنانك تنظف، لكنها لا تكفي. بدل لفرشاة أورال بي الكهربائية اللي تتحرك 100 مرة أكثر من الفرشاة العادية وتنظف الأماكن الصعبة بين أسنانك عشان تتجنب خسارتهم. كطبيب أسنان بقول لك بدل لفرشاة أورال بي الكهربائية، لأن الوقاية خير من العلاج.